ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اهتزت مدينة تيفلت مساء يوم الخميس 25 أكتوبر 2018 على وقع انتحار الصحفي رشيد بوغا بعدما رمى بنفسه من أعلى سطح منزل عائلته، حيث لقي مصرعه على الفور. وحسب مصادر مقربة فإن الصحفي بوغا الذي اشتغل في جريدة الحركة والأسبوع الصحفي كان يعاني من مرض عضال في الكبد لم ينفع معه علاج. وبعد إشعارها بالموضوع انتقلت عناصر الأمن إلى عين المكان، حيث تمت معاينة الجثة من طرف الشرطة العلمية. بعد ذلك تم نقلها إلى مستودع الأموات في الوقت الذي فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.